بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم. هنبدأ النهاردة نتكلم على وركشوب ظريفة وخفيفة. انا بصراحة متردد ان كنت اطلعها انيميشن او اطلع ستيل فريم، بس في الاخر وصلت ان انا هعمل انيميشن عادي جدا جوه سينما، لكن هعمل ريندر لستيل فريم علشان الناس تقدر تجاري الموضوع، لان في ناس الاجهزة عندها الى حد ما قليلة شوية، وقت الريندر بيطول. شوف النهاردة فيها اسف مش الريليف، معلش هتكلم على الاكس ري، معلش على الاكس ري. الموضوع هيبقى اسهل جدا جدا من اننا نتعامل مع الاوبجكت كاوتش. الاول احنا عندنا كذا عنصر، يمكن انا هغير كتير عن الحاجه اللي اترفعت لحاجه ادفانس شويه او البريفيو اللي انت شفتوه. فانا احنا عندنا كذا عنصر، عندنا منبه، عندنا هيبقى عندنا كتب، كتابين ثلاثه فوق بعض، هيبقى عندنا زي دوم، الدوم دي جواها المنبه، هيبقى عندنا ترابيزة او قاعدة ترابيزة، هيبقى عندنا زي خيوط عنكبوت صغيرة كده بين الحاجة وبعضها بحيث تدي جو ظريف. يعني هيبقى عندنا كام عنصر. فتعال نحضر العناصر بتاعتنا. الاول الراجل الاولاني اللي هيشتغل، الراجل بتاع الموديلينج، اول حاجة هنروح للترابيزة، هنعملها حاجة بسيطة قوي، هنعملها عبارة عن كيوب. طبعا شايفين انا قريب من السيرفس بتاع السينما بحوالي نص متر، يعني حوالي 40 سم، تمام. فده بعد مناسب جدا ان ابدا اشتغل الاوبجكتس بتاعي بالريل وورلد سكيل. انا مش عايز اشتغل اعتباطا، انا عايز اشتغل بمقاسات انا الى حد ما هبقى عارف حجمها او مساحتها، بحيث يبقى عندي تخيل واضح للسين. يعني مثلا ده على زد هعمله 50 سنتي، الترابيزه دي كده حوالي نص متر، تمام، في العمق على زد. وهيبقى عندي على اكس، ده اللوح الواحد، هي كذا لوح، كذا كذا لوح جنب بعض. يعني هخلي البتاع مثلا الواحد بمقدار 10 سم، لا 5 سم ماشي، وده بمقدار 1 سنتي، افتكر هيبقى كويس جدا. يعني بعد كده انا هسيبه زي ما هو كده، مش هعمل عليه اي حاجه. واهم حاجه التسميه، لان انت في ناس هتشتغل وراك، ما ينفعش تسيبك كيوب 1 كيوب 2 كيوب 3 والافلام اللي بتحصل دي. فده هنسميه تيبل اندرسكور وود، وهعمله اديتبل. وبعد كده عندك الحريه انك تدخلهم جوه كلونر او تعمل لهم كلون يدوي. انا هدخلهم جوه كلونر، مجرى كلونر، وهندخل ده جوه كلونر. الكلونر انا هعوزه على اكس زيرو. طبعا الحركه زي ما انتم شايفين واسعه جدا، لاننا بنشتغل على الى حد ما سكيل صغير شويه، 5.5 او 5.5، ممكن تبقى 5.2. انا فعلا عايز ما بينهم الى حد ما مسافة، يعني دي هتبقى كويسة جدا المسافة. وهعوز مثلا حاجة كده كده جميل. هاجي بعد كده وده هنسميه تيبل بيز، وهاجي هاخد سلندر وهحط حاجة كده، وهتكي الهايت يعني مش عايزه عالي قوي، وهروح كده جميل. ده هنسميها تيبل، وهزود الروتيشن سيجنالز، تمام، وهزود بس الهايت سيجنالز 3 و4. الاثنين دول هقوم واخدهم حاططهم جوه بولين. طبعا ده اللي حاصل، فهطلع تيبل فوق واروح للبولين واقول له ايه الترسيب، تمام. بكده نكون عملنا الترابيزه دي. وفي البولين عايز اقول له كرييت سنجل اوبجكت عشان يبقى اوبجكت واحد، دي نقطه. النقطه الثانيه البولن، لو احنا رحنا هنا كرة شيدنج هيعمل لي بلاوي زرقاء زي دي، فانا هقول له هايد نيو ايدجز. انا علشان كده زودت السيجمنت بتاعت السلندر، لان زي ما انتم شايفين كانت هناك تبقى مضلعه بطريقه مش كويسه، والهايد بالشكل ده يمكن انا هخليها كده، افتكر كده هتبقى كويسه. ممكن حتى اعملها
هي كده كويسة جميل. البولن ده هقوم عامله اكتبه. الايدج سيلكشن ده انا مش محتاجه في حاجه فانا هشيله. تمام، هروح للبولين وهروح لسيلكت واقول له سيلكت بوينت بريك اللي هم دول. انا فعلا محتاج السيلكشن، هحتاجه في ايه؟ هحتاجه ان انا هحط بيبل، بس هرجع للاوبجكت ده تاني وهروح للبوينت بريك واقول له سيلكت اول ومن سيلكت سيت سيلكشن، واروح للبيبل واقول له خد السيلكشن ده وتعالى خش جوه البولين. طبعا البيبل كبير جدا، انا اقول له بوينت 1 يمكن بوينت 1 كتيره، فانا عايز اقول له باي انجل مش هتنفع. طيب بوينت 0.5 افتكر كويسه، ولو حطينا واحده سب ديفيجن هتبقى احسن واحسن. تمام، لو رحنا كده للتكنيك شيدنج هنلاقي التقرير بتاعنا بالشكل هو ده اللي انا محتاجه. ده دلوقتي ده اللي انا حاليا محتاجه. عندي المساحه مناسبه جدا، انا على بعد 30 سم منها وشايف الدنيا كويس. هاجي هنا وهسمي دي عايز ستوب على كده. تمام، وانا فعلا هعمل ستوبنج على كده، مش عايز ان انا ازود في الموضوع ده. اسمه تايتل زيرو مش عارف كام، فانا هروح للفايل وهقول له هنا سيف بروجكت ويز اسيتس. الميزه هنا ان هو هيعمل لي فولدر، بس اقول لكم حاجه، انا هاجل الخطوه دي دلوقتي لان هو هيعمل لي فولدر. الفولدر ده جواه الماتيريالز والكلام ده كله، وانا هنا عايز اعمل مودلز. فانا هاخد التيبل دي واروح لفايل واقول له سيف اوبجكت بريسيت، ودي هنسميها وود اندرسكور تيبل اوميلو. اوكي تمام، لو انا رحت الفايل لود اوبجكت بريسيت يوزر اوبجكت هلاقي عندي كده خلصنا من الوود تيبل وخلصنا من اول موديل. هعمل ديليت وهروح لفيو واقوم عامل فريم ديفولت. تمام، هاجي بعد كده على الدوم اللي هي عامله زي القبه دي، ودي هشرحها في محاضره لوحدها. انا هقسم المحاضرات على حسب المراحل عشان تبقى الدنيا